Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي اهلا بيكم مرة تانية في الجزء التاني من كورس التأسيس واللي بنتكلم فيه عن ازاي نخلي طفلنا او ابننا يقرأ. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن صوت جديد وهو short O. تاني short O. short O صوت short O. O. يبقى هي O قصيرة ما بمدش فيها وشفايفي بتبقى مفتوحة شوية. O. تعال نشوف ازاي هنخلي ابننا يقرأ الكلمات اللي فيها short O. طبعا شكل ما احنا عارفين بديله consonant يعني حرف ساكن وببدأ اديله بعده حرف ال O وحقول له صوته كشورت O اللي هو A. فبالتالي هيقول لي با 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 فهقول له يلا نحط X فهيقول لي box وحرفه ان box دي معناها صندوق. تعال نشوف الكلمة التانية بتبدأ بالفا ساوند حط وراها شورت A فتبقى A A فا فا حط وراها الإكس ساوند فتبقى فوكس 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 وهنا ببدأ أقول له إن فوكس دي معناها ثعلب. هاجي على الإتش ساوند اللي هو ها وحط وراها الأو شورت O فتبقى ها ها. خلي بالك إن شفايفي مفتوحة زي ما أقول شو هو هو لأ ها ها. حط وراها التي ساوند فتبقى هات 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 وحرفه ان هات معناها حار. هديله الدي ساوند اللي هو دا وابدا اديله بعدها شورت او فتبقى دا دا. هبدا اديله تي فاقول له دوت دوت ودي معناها نقطه. تعال نشوف البي ساوند وحط وراها الشورت او فتبقى با با. حط وراها التي ساوند فتبقى بوت pot. تعال نشوف التي ساوند تا حط وراها شورت او فتبقى تا. نحط وراها البي ساوند فتبقى توب توب. اعرف ان توب دي معناها قمه او اعلى. نيجي على الدي ساوند شكل ما قلنا دا حط وراها الاو ساوند فتبقى ا فتبقى دا دا. حط وراها الجي ساوند وعارفين ان الجي ساوند في نهايه الكلمه ما فيش وراها حاجه لازم تبقى جا فتبقى dog dog والدوغ معناها كلب. الاف ساوند فا وراها الاو شورت او فتبقى فا فا. حط وراها جي ساوند في نهايه الكلمه جا فتبقى فوج فوج. ما خلوش يقول فج لا فوج فوج. الار ساوند عارفين الار ساوند لما اجي انطقه لازم شفايفي خلاص تطلع لقدام بالمنظر ده وتبقى مضمومه فعشان كده حط وراها شورت او ساوند فتبقى را را را. احط وراها السي كي واحنا شكل ما قلنا قبل كده ان السي لما يجي وراها كي تبقى سايلنت فهقول روك روك. لاحظ انا منطقها ازاي روك روك. هديله الاس ساوند سا ونحط الاو شورت او فتبقى صا. يلا نحط السي كي فتبقى صاك صاك صاك. تعال نشوف حرف الدي نحط وراها او فتبقى دا دا. حط وراها الدبل ال اللي بتنطق لنا ال واحده فتبقى ضل ضل ضل. تعال نشوف تاني box fox hot dot pot top dog fog rock sock and doll. وبكده يبقى انا عرفت اعلم ابني ازاي ينطق صوت short o اللي هو اه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.